صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم. قناة ميرو المعلومات الطبخ، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. اللي ما شافش القناة قبل كده لايك شير سبسكرايب ويفعل الجرس. النهاردة نقدم لا فكرة ولا معلومة ولا أكل. النهاردة جولة في دولاراما، وده محل في البلد اللي احنا قاعدين فيها، بيقدم المنتجات بسعر دولار. الوقت طبعا غلى عن دولار وبقى باتنين وتلاتة واربعة. فيلا معانا نشوف الجولة دي. طيب ممكن ما تكفيناش يوم بس او مرة واحدة، فهناخد نبذة النهاردة. هناخد جولة النهاردة في دولاراما ونشوف ايه اللي ممكن ينفع في المطبخ، ويلا بينا. زي ما انتم شايفين اصدقائي، اللي هي الشريموهات والحاجات اللي هي نستخدمها، كوبايات بقى لو في فيزيتور او عندكم ناس جايين، فكل ده كوبايات بلاستيك ممكن اننا نستخدمها. ودي طبعا اطباق ممكن نستخدمها في العزومات. كل ده يعني كان الاول بوان دولار، دلوقتي زي ما انتم شايفين باتنين. الباكج بتاعت الاطباق وده زي ما انتم شايفين اللي هو التيشو اللي بنستخدمها برضو لو في عزومات وانواع مختلفة. هنا بقى الهدايا دي ايه، في طبعا بوان دولار وفي نص دولار، حاجات طبعا الحجم وحجم الهدية، مفارش بألوان مختلفة، بامبا وموف، حاجات للهدايا عشان نغلف الهدايا. وطبعا هنا شمع، حاجات للشمع، حاجات جميلة جدا، وبالونات للأطفال. يعني هنشوف برضو هنا، شوف 1 دولار وربع و25، 1 دولار 25. ده لعب للأطفال، ممكن حاجات برضو صغيرة كده، ممكن للبهات، ورد للبيت ممكن اننا نحطه في فازة. وطبعا برضو الأحجام تبع الحجم، في بقى ب2 دولار، في 3، في 4، أكتر طبعا. دي حاجات للكلاب، والقطط دي للقطط. دي بقى حاجات للمطبخ برضو، بلاستيكات طبعا برضو ب1 دولار اهي. وفي صفايات وفي عصارات، حاجات حلوة فعلا. برضو هنا حاجات للمطبخ والغسيل، الهدوم والحاجات البلاستيكات.
المساكات برضو، والمراية اللي بتاعت المطبخ، مهمة جدا الحاجات الجاربج الريسايكل، عندنا اهو حاجات برضو موجودة مهمة جدا للسيفتي ولنظافة البيت، وحاجات طبعا نستخدمها في جمع القمامة، وحاجات لغسيل الأرض، بلاستيكات ممكن نحط فيه حاجات المطبخ. هي بنحط فيها الدش اللي هو الطبق المغسول، الأطباق المغسولة، كمان بنستخدمها للأكل، لحفظ الأكل ب$2. حاجات بقى كبيرة أحجام مختلفة، وده ب$1 وربع، جميلة جدا الواحدة ب3، بنستخدمها للمطبخ، حلوة قوي. مسكات للمطبخ للحاجات السخنة، للعزومات برضو، اننا عشان ما نوسخش بنحطها ونفرشها على التيبل. دي مفرش بيضة ممكن نفرشها في العزومات. تانية العلب اللي هي لحفظ الأكل في التلاجة، طبعا برضو يعني حاجات غلط برضو، كاسات وحاجات جميلة جدا برضو. كل حاجة موجودة، عصاية الشيش طاووق، السلكات للأسنان، الشنط للشغل مهمة قوي برضو، وهنا الحاجات الفايل، أطباق الفايل والصواني الفايل، حلوة جدا وبتنفع. دي زي ما انتوا شايفين أصدقائي الفرش، برضو فرش للمطبخ و للنظافة، وحاجات للأزايز، وسلك المطبخ. زي ما انتوا شايفين حاجات ب$1 برضو. مختلفة من الفرش، الفتل اللي احنا كنا بنستخدمها في مصر هنا ما زالت موجودة، هنا باتنين اهي، حلوة جدا.
المعجون الأسنان، وطبعا الحاجات اللي هي باندج وفازلين، طبعا ده مهم جدا الفازلين، والحاجات اللي هي زي الفازلين كده. للحاجات اللي هي عايزين نحتفظ بالأدوية بتاعتنا، في علبة كده مخصوصة ب 14 يوم، ممكن أسبوع كمان، هنا طبعا ب2 دولار، حلوة جدا برضو. ممكن إننا لو سافرنا أو رحنا في مكان عشان الأدوية تبقى مرتبة مترتبة، ناخدها في وقت معين صبح وبالليل. نوع تاني اللي هو أسبوع بس. بالنسبة لقسم البيوتي بقى، الحاجات التجميلية، حاجات موجودة برضو في دولار ستور حلوة قوي، مكياجات، ميك اب، يعني الكحل، الحاجات الجميلة كلها، والضوافر طبعا مجموعة من المانيكيرات، وبأسعار رخيصة برضو. يعني شوفوا المجموعة دي جميلة خالص. حاجات شربات قاي، ودي أدوية برضو، فيتامينات، وطبعا هنا الحاجات الساقعة، يعني حاجات جميلة، وحاجات للكهرباء برضو، الحاجات بتاعة الآيباد والآيفون، الحاجات دي. دي كانت جولة في دولار ستور. البورد اللي بنقدر اننا نفرد بيه العجينة برضو موجود هنا في دولار ستور، حاجات جميلة خالص. انا طبعا بدور ليا الواحد ان انا اشتريه. الحاجات هراسة البطاطس والمعالق، حاجات التقديم كلها موجودة، جميلة فعلا. المسكات، سكاكين، ده برضو قسم الشوكولاتات، طبعا حاجات رخيصة قوي، المارس ب87 سنت، حاجات يعني كلها دينا، أي حاجة شوكولاتة تعتبر طبعا. وإيرو اللي عندنا برضو حاجة يعني تعتبر رخيصة برضو، حلوة قوي. وده البونبوني، و حاجات المنت، النعناع والربسوس، وبونبوني بجميع الأشكال والألوان، شوكولاتات، بسكوتات. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله. أصدقائي، في حلقة قادمة إن شاء الله مع قناة ميرو.